بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي الأولى اليوم إلى وزير الصحة معالي الدكتور خالد السعيد. طالعتنا جريدة السياسة بخبر مفاده أن في مخازن وزارة الصحة شحنة من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في شهر 2 والوزارة تنوي توزيعها. وصرح النائب سعدون حماد بأن هناك قيادي في وزارة الصحة يمتلك وكالة لشركة لقاحات والوزارة تستورد، وهذا يسمى تضارب. وصرح قبل هالمرة أن في 33 مليون دولار زيادة في عقد لاستيراد 2 مليون لقاح من شركة موديرنا. فالأمور كلها بجانب إلى تقارير ديوان المحاسبة التي تتعلق بالفساد وبهدر المال العام والتنفيع اللي صار. ما في دولة تشتري 600 مليون كمام يكفون الكويت 135 سنة، تشتري مرايل طبية لخمس سنوات. شنو كنتم متوقعين؟ يعني العالم بيسكر 5 سنين وبينامون في بيوتهم؟ هذا كله كان فساد وتنفيع، وفي ناس مستفيدة من وراء. انت امامك اليوم بما انك قلت انك ستتصدى للفاسدين ولن تسمح بالتعدي على المال العام، انت امامك خيارين اليوم او نموذجين. اما تختار نموذج باسل الصباح اللي كان عايش من 2017 في الوزارة ويشوف الفساد وغمض عينه عنه، او تاخذ النموذج الشريف والبطل والشجاع الدكتور جمال الحربي اللي ترك بصمة في قلب كل مواطن شريف نوجه له التحية من هذه الساحة. انت اليوم أمام هذا الشعب مطلوب منك أن تكافح الفساد، والفساد في هذه الوزارة يحتاج إلى شجاعة. وإذا أقدمت ولم تستطع أن تفعل شيئاً، تقدر تطلع في مؤتمر صحفي وتبين للشعب الكويتي من هم رؤوس الفساد ومن يحميهم في هذه الوزارة.